رنا الدكتور صفا فتحي. ايوه، هتعرفنا ازاي نحافظ على صحتنا. تمام، اتفضلي يا دكتور. انا مبسوطه جدا جدا وشرف ليا ان انا اكون معاكي النهارده حبيبتي. طبعا انا النهارده جايه من خلال البرنامج الجميل ده اللي ناس كتير جدا مهتميه بيه ومتابعاه الابراج. اتكلم على خطوره السمنه وعلى ازاي ان احنا فعلا متصلين نفسيا ومشاعرنا بالزعل والحزن واللي جاي هيحصل فيه ايه والتوتر بالاكل. فالنهارده انا جايه اقدم لك عرض خطير جدا للناس والمشاهدين بتوعنا. ناويين النهارده وبالذات الناس اللي عندها زي ما انت قلتي مثلا برج كذا عنده هسس الاكل وبيحب ياكل، النهارده جايين نعمل خصومات كبيره جدا جدا ونقدم لكم بوكسات قويه جدا، عروض قويه للتخسيس العشبي الامن. وطبعا الناس عارفين انا بقدم يعني قد ايه حملات قويه للتنزيل فوق ال 100 كيلو كمان في الوزن. والنهارده جايبين عرض قوي جدا، كبسوله قويه جدا جدا ممكن تنزل اي مريض سمنه فوق ال 15 كيلو في الشهر. النهارده هقدم لك علبه كبسولات 15 كيلو، نازل معاهم هديه ثانيه مجانا كامله 15 كيلو تانيين، علبه كبسولات ثانيه واربع امبولات حرق. تحب تقولي حاجه؟ لا، او في سن معين ولا اي سن يعني بيبدا من سن كامل خالص؟ احنا النهارده جايين نتكلم من اول 13 سنه. 13 من سنه، اول 13 سنه لحد 75 سنه. والنهارده لنا عروض خطيره جدا على برج الميزان وبرج الحمل، وده عشان انت برج الحمل، وبرده لكل الناس اللي عندها اوفر ايتنج. يعني ايه؟ يعني ان ما انت مثلا انت زعلان بتاكل، حزين بتاكل، اللي هو الحاجه المتصله بالتوتر ونهم الاكل بسبب النفسيه. النهارده برضو انا مقدمه لهم مفاجات كبيره قوي، هيتصلوا بالنمر اللي موجوده عندكم قدامكم دلوقتي على الشاشه وهيتواصلوا مع الفريق الطبي ويعني انا مش عارفه اقول لك مفاجات عامله ازاي. خصومات كبيره جدا جدا، كفايه كمان ان الكبسوله النهارده مجربه نزلنا بيها مع اشخاص كتير قوي فوق ال 100 كيلو، وانا شخصيا في خلال شهرين نازله عليها 19 كيلو. ايوه، لما اجي اتكلم مع حد واقول له انا كدكتوره ودكاتره كتير بيجوا يتعالجوا معايا ويكلموني واختيارهم الاول الطريقه العشبيه الامنه، وبقول لك انا جربتها وخدتها وامنه 100%، فانا بقدم لك بصراحه سحر. والكورس فيه طبعا متابعه مجانا وتوصيل مجانا. ايوه، صح؟ النهارده التوصيل مجاني والمتابعه مجانيه. يعني ايه متابعه؟ يعني اربع مرات في الشهر بيتصل بالفريق الطبي وبيتكلم معاهم من خلال الواتس طبعا خلال الشهر، وبيقدموا له الطريقه ازاي ياخد العلاج، المشاكل الطبيه، لو تحاليل مطلوبه، او لو بيعاني من مشاكل الاسناء او بعد او عي بيعمل عمليه في اسنانه، اي حاجه في خلال الكورس بنقوم بحل مع الفريق الطبي. هو احسن حاجه فيه ان هو مصرح من وزاره الصحه. أيوة، فامن على يعني اي حد ياخده. بالظبط كده. النهارده لما اجي اتكلم على الاطفال بالذات وعلى سمنه المراهقين اللي هو النفسيه، ان يبقى مثلا متعود على الجانك فود والام متوتره بتقول انا مش عارفه اديله دواء ولا لا. أيوة، ده سنه صغير. النهارده انا امنت لك الحته دي جامد. يعني انا النهارده طلاب ثانويه عامه اللي طول الوقت عمالين ياكلوا دلوقتي وبيقولوا ان احنا بنذاكر وداخل على جامعه وشكلك ومنظرك ونفسيتك مهمه، انا جايبه لك مفاجاه. يعني أيوة، النهارده انا جايبه لك عرض هينقذ الموقف في خلال شهرين، اخر الصيف على شهر 9 هتلاقي نفسك حصلتي على 30 كيلو نزول في الشهرين. الكورس بقى يا دكتور بيبقى مكون من ايه؟ احنا زي ما بحكي لك كده اعشاب طبيه مرخص وزاره صحه امنه 100%. وانا بتكلم على الـ الامان الكلي. يعني ايه؟ يعني اثناء ما باخد الكورس ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي اعراض. اثناء ما بتاخد ادويه تانية لامراض تانية ما فيش تفاعلات بينك وبينها، فيعتبر الامان الكلي. أيوه، اللي ما فيش اي مشكله خالص، نزول امن، ما فيش انك تروح لدكتور تكشف او تاخد دايت معين، ما فيش ان انا اقول لك قومي اعملي رياضه، ما فيش ان انا اقول واكل اي اكل عادي، أي بياكلوا أكل. كل الاكل بالظبط كده. انا لسه جارتي قبل ما اجي عرفت ان انا هعمل فقره في مع الدكتور، فقالت لي سالت الدكتور، هي عندها 60 سنه ووزنها 120 طبعًا، وعندها السكر والضغط، فهل الكورس ده هيبقى ضار ليها ولا لا؟ بالعكس، احنا بنتكلم مع الشريحه دي امن 100%. خدي بالك احنا كدكاتره لينا تارجت،
انا التارجت بتاعي الست التخينه اللي ناسيه نفسها بقالها فتره، اللي المكتئب، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده توتر، اللي عنده نهم الاكل، طول الوقت بياكل، يزعل ياكل، يفرح ياكل. الكلام ده كله هو نمره واحد، لان حتى الاجراءات اللي حصلت بره كعمليات كانظمه غذائيه بيفشلوا فيها. تقولي انا عملت عمليتين بالون واتنين بوتوكس في معده، وعملت انظمه كتير ورجعت تاني، وتعيط وتبقى منهاره. ويعني هو امن على السكر والضغط، مفيش اي مشاكل. الحاله اللي حضرتك بتقوليها جارتك تكلمني، و 60 سنه 120 كيلو، ده يعني في منتهى السهوله 30 كيلو في خلال شهرين. ماشي، اوكي. احنا الناس تقدر تتواصل معانا على الارقام الموجوده على الشاشه، على صفحه الفيسبوك هتظهر معاكم دلوقتي. انا كمان موضوع النفسيه مهم جدا جدا جدا، اللي جاي بصراحه النهارده اتكلم من خلاله نفسية الست او الراجل اللي بيبقى في سببها الوزن. ايوه، مشكلة فعلا، مشكلة كبيرة جدا. انا جاية برضو النهاردة مجهزة مفاجأة، يعني ضغط، سكر، دهون ثلاثية، امراض نفسية، توتر، والغدة برضو بيسألوا برضو. ايوه، الغدة الدرقية وتعب الغدة الدرقية، كل ده النهاردة انا جاي بالك كورس كامل. كورس دوت كمان عليه كبسولة تانية هدية، يعني كبسولة 30 حبايه هتكفيكي شهر، وعليهم 30 حبايه، واربع كويس جدا، واربع حقن حرق. واربع حقن حرق الناس عارفاها طبعا وحافظينها، وعشان اول مره انزل معاكي، اربع حقن حرق يعني 5 كيلو في الاسبوع، يعني لو خدناهم جديا مع تنظيم شويه في الاكل ممكن اوصل ل 15 كيلو 13 كيلو في الحقن بس. ايوه، بتعلي الحرق جدا، وبتظبط الفيتامينز بتاعت الجسم، لان فيها فيتامينات السعاده. فيها كل مكونات فيتامين ب. طب في ناس يا دكتور بتقلق من الحقن، ما احنا ممكن نشربها على ميه، يعني ممكن تتفضى عادي في كوبايه ميه وتاخد كل اسبوع. ايوه، ما فيهاش اي، لا ما فيهاش. وانا جايه اقول لكم تاني، برج الميزان ليه خصم خاص، وبرج الحمل ليه خصم اكسترا برضو النهارده. احنا النهارده اول مره ننزل معاكي في البرنامج الجميل ده، فانا مبسوطه جدا جدا، وفي نفس الوقت عايزه اساعد من خلال جمهورك الكبير ازاي نبقى واقفين قصاد السمنه، ازاي نبقى سعداء بصحتنا، ازاي ازود حياتي ايجابيه، كل ده من خلال صحتك. من خلال صحتك. كورس تخسيس ممكن يعمل لك ده؟ فعلا. ايوه، وكمان امن يعني من وزاره الصحه، يعني ما فيهوش زي بقيه الكورسات الثانيه اللي هم بيعملوا لك ويدوكي بلوك ما تعرفيش توصلي لهم تاني. الموضوع ده احنا بنعاني منه فعلا. ايوه صح. انت تلاقي في كميه في السوشيال ميديا حاطين فيديوهات، حاطين ارقام ليس لها اصل وليس لها اي تاريخ، وبيبعتوا لك حاجات مجهوله، وتيجي تقولي انا جربت وعملت. أيوة. وغلط وصح وفين ولا هو من القناه هنا انا موجوده معاكي مباشره. أيوة. فبتكلم على حاجه امنه، مسؤوليه كامله مني. أيوة. يعني بتتواصلي معايا في الاخر، في ارقام على الواتساب، يعني كل الارقام عندكم متاحه، وصفحه الفيسبوك مفيش بديل ليها، هي صفحه. ايوه، اللي هي بتاعه الفيسبوك هتظهر على الشاشه دلوقتي. يا دكتور قول لنا بقى العروض تاني، وانا اللي ما بسمعش. انا جايه اقول عرض نسميه عرض المارد او عرض الابراج. العرض بتاعنا النهارده في نسبه خصم كبيره للناس شهر 10، شهر 10 ميزان وبرج الحمل 10 ولا 3؟ برج الحمل 3 ولغايه 20/4. هو بالظبط الحمل والميزان، لان النهارده انا عامله اللي عمل لكم الدلع ده كله في الكورس حد برج الميزان، فقال احنا كمان النهارده هنعمل خصومات خاصه قويه جدا جدا بسبب ان احنا عاملين في عالم الابراج. في عالم الابراج. فالنهارده اللي هناخد كبسولات لمده 30 يوم، وهننزل عليها تاني هديه مجانيه كامله 30 يوم تانيين، برده كبسوله القنبله تفتيت دهون مباشر، واربع امبولات حرق. الامبولات الحرق دي معروفه برضو انا بيها جدا. أيه. ان هي مقاسات وحرق، يعني اعلي حرق جسمك وفي نفس الوقت المقاسات تبقى بتقل، تلاقي نفسك. أيوه. يا ريت تحضروا لنا حاله قبل وبعد. جايبالك صور جميله جدا النهارده من الحالات اللي انا بفتخر بيها وبحب انزل بيها بالحالات بتاعتها، بس ينزلوا بيها هتتبسطي جدا وتقولي لنا ايه رايك. حبيبتي حبيبتي، لا انا جارتي ما مستنياني، هروح اقول لها. تقلقيش. هنا دي مدام سوسو، ايه رايك؟
يعني انا وبعد. لما تجيلي سيده 135 كيلو الارداف والرجلين ودي اوحش منطقه الست بتتخن منها أيوه. وبتعاني معاناه شديده جدا ومكتئبه وزعلانه وحزينه وبتلبس اسود وبتتحول لسيده 85 كيلو حياتها بتتغير تماما، قدرتها على المشي وتخدم نفسها وطلباتها الطبيعيه ان انا اطلع السلم انزل السلم ما انهكش وانا نايمه ما يبقى نومي ما اقعدش على كرسي لا انام نوم طبيعي، الوجع الرهيب في فقرات العظم كل ده اتحقق فعلا ببساطه بحرق الدهون بحرق أيوه. الدهون ونزول صح. الوزن من 135 ل 85 كيلو هل لازم اجراء جراحي هل لازم اروح ل ده في وقت قد ايه بقى في شهرين شهرين ايوه في بقى ناس انواع في ناس تحب الاكل قوي اللي انا بتكلم معاكي عليهم أيوة. دول انا مش هضغط عليهم واقول لهم امنعوا اكل وفي ناس زي سوسو مثلا قررت تظبط شويه اكلها أيوة. فتلاقي الفتره ظبطت الدنيا مع الاكل ومع العلاج فراحت الفتره قلت يعني بدل ما اقول مثلا عندها بادجت كبير تنزله في 3 شهور راحت منزله في شهرين برافو عليها والله عندها اراده وفي الحالتين احنا ناجحين يعني أيوة. الحمد لله الحمد لله نجاح قوي جدا الحاله دي يا استاذ عبد الله قبل وبعد ده ضد الدايت بقسوه يعني ما يقدرش بالليل ما ياكلش حاجه حلوه وكان مشكله كبيره وكانت بقى يقول لي لو هتعرفي تنزلي بطني من غير ما تقولي لي ما اكلش انا معاكي قلت له خلاص برهان شوف كده الكورس الفلاني الكبسوله دي كوبايتين ميه وقول لي خد الـ وبعد كده ما كانش طبعا موافق ان صورته تنزل انا عايز اقول لك ان هو كان سعيد وبيقول لي ما بتنزليش صوري ليه كتر ما بطنه اختفت تماما برده من 115 ل 85 كيلو في شهر برده في نفس المده شهرين شهر لا في شهر واحد 15 كيلو 15 كيلو الرجاله كمان عندها حاجه اسمها براون تيشو بتلاقي بيحرقوا اكتر الحركه بتاعته لسه كنت هقول لك لسه كنت هسالك عن الحرق هو بيقولوا بعد سن ال 40 الحرق بيبقى قليل جدا أيوة فانتوا عندكم حاجه بتسرع الحرق ما احنا عندنا الامبولات اللي هتغذيها ادي نمره واحد والاعشاب اللي موجوده جوه الكبسولات دي فايتر رهيب ضد الدهون أيوة يعني احنا مش هنسد الشهيه بس لان لو سديت الشهيه بس انت ممكن ترجع لا انا لازم اعالج منظومه الحرق جواك او كمان اقدم منظومه اضافيه أيوة. اساعدك بيها ان الاكل اللي انت بتاكله تحرقه أيوة. وده اللي احنا بنعتمد عليه الحمد لله في الكورسات ان شاء الله عليكم الكورس بتاعنا امن 100% مرخص وزاره الصحه بينزل 15 كيلو اوكي معانا مكالمه الو الو او اتفضل يا محمد مساء الخير مساء النور اذا حضرتك اقدر اكلم الدكتور صافي اه اتفضل هي معاكي اهي مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فندم ازي حضرتك اخبارك ايه الحمد لله تمام الحمد لله انا كان ليا الشرف ان انا خدت الكورس بتاع حضرتك كان نمبر 1 والحمد لله ربنا كرمني جدا ونزلت أيوة. عليه ما انا عايزين بقى نعرف نفسنا بجمهور الابراج نعرفهم قد ايه كورسات نمبر 1 أيوة. عملت عملت ضجه على مدار سنه كامله نزلت كام كيلو يا استاذ محمد انا نزلت في 3 شهور حوالي 25 كيلو ممتاز هي انا بعشق الاكل يعني انا مشكله حياتي كلها ان انا بزعل باكل بطبخ باكل تمام وشغلي مكتبي وطول النهار ببقى قاعد فللاسف موضوع الاكل بالنسبه لي مفيش اي حركه خالص مفيش ان انا بحرق اي حاجه فكنت حملت ريجيمات كتير جدا وحاولت كتير وللاسف كنت بفشل يعني طب حد منعك من الاكل؟ لا خالص ما هو انا لسه بقول لحضرتك ربنا كرم ان انا خدت الكورس اتفرجت على حضرتك وخدت الكورس والحمد لله نجح معايا جدا يعني سد الشهيه انا ما كنتش مصدق يعني انا كنت ممكن باكل كميات مش طبيعيه ربنا اراد الحمد لله ان انا كميه الاكل قلت بقت حوالي الربع مثلا وباكل كل حاجه ما شاء الله والحرق بالنسبه لي انا بقيت مستغرب ان وزني بينزل ومش مصدق يعني حتى كل اللي حواليا حتى بيقول لي شكلك بقى بيبان عليه اسبوع ورا الثاني اسبوع ورا الثاني فصراحه الوضع كان جميل جدا يعني 25 ما فيش اي تعب ولا ارهاق وكان صراحه بتتابع معايا دكتوره الهام يعني الله يبارك لها يعني حاجه محترمه جدا جدا من الفريق بتاع حضرتك طبعا طبعا ميرسي دكتوره الهام انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه جدا طبعا ان انت بتدعمني بالمداخله اللطيفه دي جدا يا استاذ محمد شكرا على اتصالك يا محمد وعلى على الدعم اللي انت اديته للناس ميرسي لاتصالك شكرا طبعا محمد نزل 25 كيلو في 3 شهور ده اللي انا جيت اتكلم عليه في الاول ان انا اكون حد فود لوفر يعني انا مش هسيب الاكل
وبرضه نفسي اخس. هو بيقول لك انا بحب الاكل قوي. ايوه ونفسي اخس يعني. انا ما حدش يقول لي ما تاكلش. هي طب. مشكله الرجيم يعني كل الناس، واللي بيعمل رجيم يعني اي رجيم غذاء عادي بيتعب لما بتجيله انيميا، و فهو الكرسي بتاعكم احسن حاجه فيه ان هو في فيتامين. ايوه وبتاكلي كل حاجه، فالانيميا مش هتيجي. ايوه يعني في نفس الوقت انا لما اجي احدد انواع معينه. وانتوا لما تعملوا نظام يعني كورس نظام غذائي في الدايت. ايوه ابص الاقي نفسي ايه في نفس الوقت بحرم نفسي لاني مش قادر اكل من الخضار من الفاكهه، محتاج ان انا يبقى في دعم عندي خارجي. احنا الكورس فعلا فيه فيتامينات ب، فيه فيتامين الحديد، فيه لاكتوفيرين، فيه فيتامين دال، في كل الدعم للحرق. انا جايه اخصصك هخلي بالنسبه لي انت طلبات جسمك ايه. نمره واحد هتتحط مع الاعشاب الحارقه مع كبان ال كارنتين، الناس عارفين طبعا الموضوع دوت. أيوة. حرق مجموعه قويه جدا من الحرق. فالنهارده الكورس اقتصادي جدا، جاي لكم هدايا قويه جدا، جاي لك شهر هديه واربع حقن، يعني النهارده تقريبا عرض عليه خصومات. أيوة. كبيره. فبوم يعني النهارده تقدروا تتصلوا بقى على الرقم الموجود على الشاشه او على الواتساب او على الصفحه، ممكن تطلعوا لنا لصفحه الفيسبوك. دي الصفحه بتاعت الفيسبوك، مفيش يعني هي بس الموجوده على الفيسبوك بتاعتهم، مالهمش حاجه تاني. بالظبط، نبعت من خلالها التحاليل، المشكله الصحيه، الهدف من التخسيس، ارداف بطن الدراعات. انا ممكن في اخس حته دون عن حته تانية. يعني انا لو جات لي واحده قالت لي سيبي لي جسمي كويس منتظم بس عندي بطن. بطن الكرش عالي والقولون متضخم وفي مشكله بسبب الولاده المتكرره، بيبقى في حاجات ليها مخصوص. يجي لي راجل يقول لي انا عندي الجزء الفوقاني ضخم قوي ورجليا رفيعه، دكتور انا خايف اخس قوي من تحت. لا ده بيبقى ليك برضه عشان الجسم مش هيبقى مظبوط مع بعض. مع بعضه. لا ده ليك كورسات متخصصه ازاي انا اظبط واعمل ريشيبنج تاني للجسم. يعني انت دلوقتي كده بتعرفيني ان هو الرجيم مش ان هو ينزل الجسم كله، في مناطق معينه. بالظبط طبعا. في عندنا كل اللي تتخيليه، عندنا نحت، عندنا علاج، وعندنا تخسيس، وعندنا تكميم. أيوة. يعني اذا كنت هكمم المعده واخلي انسان عايش طول عمره 150 كيلو ووصله ل 80 كيلو ويعيش بقيه حياته بيتجاوز طلوعه من 80 ل 85 ويلعب في المنطقه دي وما يرجعش تاني مريض سمنه، فده موجود. ده بنعمله. أيوة. زي التكميم العشبي. وفي نحت القوام، الاماكن الشديده، العظم، البطن كبيره، الرجلين، لا ده فيها ليها كورسات ساحقه. يعني كل جزء في الجسم ليه كورس معين، مش طبعاً. مش كل واحد يعني كل طبعاً. واحد ليه. عندنا اكتر من 150 نوع من الكبسولات، ولكن النهارده في كبسوله يكاد يكون بتحل 99% من مشاكل السمنه، فدي تلحقوها، عددها قليل. وبقول لكم انا اللي هتتصلوا تقولوا الدكتوره اللي خدتها او الكبسوله اللي خدتها الدكتوره صافي او الكبسوله اللي موجوده في البرنامج بتاع الابراج النهارده، هتاخدوا كبسوله بضمان 100% نزول ومعالجه ل 99% من مشاكل السمنه. الحقوا بقى اتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه وعلى الواتساب وصفحتهم على الفيسبوك، وهيتابعوكوا في متابعه مجانا وفي توصيل مجانا. بالظبط كده. فانتوا عايزين ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني. انا عايزه اطمن الناس اللي عندهم الغده، اللي عندهم السكر النوع الثاني، السكر النوع الثاني عندهم شرح سكر رهيب، دول غصب عنهم بياكلوا. ايوه. فانا مش شايفاك وزاره الصحه فهو ما فيهوش قلق. ايوه يعني. بالظبط. فانا مش شايفاك واحد جعان وشهيتك مفتوحه، لا انا عارفه ان العلاج بتاعك بيخليك بتاكل، ولو ما اكلتش هتقع وتهبط. فخد بالك انا هحافظ على ده، هثبت سكر الدم وهخليك منتظم في الشهيه. والناس اللي عندها نقص فيتامينات حاد زي فيتامين د والانيميا وبيهبطوا بسرعه، برضو ليهم مفاجات وعلاجات قويه جدا معانا في الكورس بتاعنا. الناس اللي عندها حرق زيرو، يقول لك ده انا بشرب ميه بدخن، لو قعدت طول اليوم وكلت بسكوت كوبايه شاي. حاجه. ايوه صح. امبولات الحرق.
امبوليه الحرق. الناس اللي بياخدوا ادويه الكورتيزون اللي برضو بتلاقيهم فجاه انتفخوا، ايوه برضو ده ليهم تعمل لهم ميه تحت الجلد. ايوه يعني الحقن دي هي اللي بتعالج الموضوع ده، بتعالج كل بتعالج الحرق جدا، بتعمل ريسيتنج للجسم، بترجع تاني كل الجسم على حالته الطبيعيه اللي ربنا خلقها وبواسطه اعشاب طبيعيه. انا بقول تاني انا دكاتره يعني كبار كلها جدا، حاجات طبيعيه ما فيهاش اي حاجه امنه 100%. واللي بيجي يختار الطريقه العشبيه الامنه، دكاتره عارفين قد ايه الهربل والاعشاب امنه واحسن من اي طريق تاني يتسلك، زي مش هتكلم على الجراحه او 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 حتى لو قادر ان هو يعملها، فالطريق ده امن واضمن. ومعاك هنا فريق محترم جدا جدا بجد. ايوه والنهارده في خصم لبرج الميزان تاني عشان ما ننساش، برج الحمل ما عشان ما ننساش. مستني اتصالاتكم بقى على الارقام، وتفضلوا اطلبوا الكورس عشان مش محتاجين حاجه تاني. يعني ابر ما شاء الله الحرق حلوه جدا، والنحت القوام يعني حاجه ممتازه ما شاء الله عليكم. ايوه النهارده فعلا الحالات اللي احنا جايبينها ليكي في الصور دلت على ان في ناس خدت القرار واتحركت، وناس مستواهم المادي والاقتصادي متوسط وعادي ومتواضع. ده برضو ان دل على ان احنا عاملين تخفيضات وكورسات مدعمه جدا، علشان الموضوع بالنسبه لنا تجميل وعلاج وتخسيس، مش مجرد انك بتاخد حاجه ويا جابت يا صابت او ما جابتش، لا لازم في النهايه هتلاقي مع الفريق الطبي نتيجه حتميه. والتوصيل مجانا والمتابعه مجانيه، وبنوصل نقدر ننزل 30 كيلو في خلال الشهرين. معانا اتصال. الو الو، ازي حضرتك دكتوره؟ اتفضلي مدام فاتن، اتفضلي معاكي. انا الحمد لله اخدت الكورس مدام فاتن مع حضرتك. ايوه والحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب في الفريق الطبي. الحمد لله خسيت واكلت كل اللي نفسي فيه الحمد لله، بس الكميات قليله، وكان عندي نسبه الحرق ضعيفه، والحمد لله زادت مع العشاب والنقط والامبولات اللي هي بتسرح حرق الدهون. تمام. خدتي الامبولات؟ طبعا الحمد لله. خدتيها عضل ولا شربتيها؟ والله انا كنت بخاف من العضل، بس جربتها مره كده ومره كده، لقيتها الحمد لله كويسه. جميله. تمام. والمقاسات اخبارها ايه؟ نعم، المقاسات الهدوم. الحمد لله حسيت بفرق كتير طبعا. انا كنت وزني 120 والحمد لله بقت دلوقتي 80. طيب الحمد لله، بطمنك اهو عشان جارتك من 120 ل 80 اهو، حاله سابقه وماشيه على الحاجه بتاعتنا. طب الحمد لله، ميرسي جدا يا مدام فاتن. 120 ل 80 وبتاكل كل حاجه، وجربت الامبولات، شرب عادي جدا، بتتكسر على العصير بتاعها او الميه بتاعتها، ما فيش نظام غذائي معين هتمشي عليه. ان ربما الفريق الطبي قال لها امشي على نظام غذائي حالتها محتاجه كده، برضو الفريق الطبي هو اللي هيقول لك. دكاتره على اعلى مستوى، كلهم دكاتره بشري، كلهم تغذيه نمره واحد. عايزين نقول ان الكورسات امنه ومرخصه وزاره الصحه، وممكن توصل فيها لبديل تكميم، معدتك ما بترجعش تاني وبنكسر ثبات الوزن. كنا عايزين نسال عن بقى مريضه غده، بتقول ان هي بتاكل كتير قوي، فينفع معاها الحرق معاها عندها زيرو، فينفع معاها الكورس ده ولا؟ احنا مش معتمدين خالص على الغده. يعني الحرق عندنا من خلال الاعشاب الطبيعيه اللي موجوده، فالغده الدرقيه بيبقى ليها هرمون معين الدكتور بيكتبه، دكتور البطنه او الغدد بيقول لها خدي كذا ابدا على الصبح على الريق. تمام، ده قصه ولازم طبعا تتبعيها، لان ده الاكثر امانا ان يكون جسمك يعني ثابت دواكي. أيوه. منتظم. اما الحرق لا، ده قصه بتاعتي انا بقى. يعني الدواء عادي بيتاخد مع الكورس، مفيش مشاكل. طبعا الثايروكسين بتاعك مع الغد مع الكورس عادي جدا، وبناخد الكبسولات بتاعتنا والحقن، والامبولات بتتشرب على عصير او على ميه، وبننزل كل يعني احنا بنتكلم مثلا في الاسبوع الاول، وده بيبقى اقوى، بيبقى اسمه جولدن ويك. بننزل فيه ممكن يبقى 7 كيلو في اسبوع. الجولدن ويك اول اسبوع بيبقى فيه كميه سموم في الجسم وميه ودهون، بيحصل شوك جامد جدا بسبب الكبسوله، فبتلاقي دروب حلو، وبعد السبعه بتلاقي في تكميم متواضع كده للمعده، تبتدي كمريضه او كعميله بتبتدي تقلل مستوى اكلها لوحديها، يعني لوحدها اوتوماتيك من غير ما نعمل حاجه، والكبسولات شغاله. بص تلاقي في 3 كيلو نزلوا، ادي 10 كيلو في اسبوعين. وبعدين تلاقي الاسبوعين الثاني على مدار 2 كيلو 3 كيلو، ينتهي الشهر بيا 15 او 17 كيلو. لو في مشاكل في اجزاء معينه في الجسم، ده دور الايه الحقن، تلاقي فجاه لو وسطي هو اللي عالي قوي، الحقن بتزيد الدهون بتنحت. تلاقي في مثلا الركب في ميه شديده على الركب بسبب الالتهابات، بص تلاقي ده اختفى، تلاقي في راحه في المشي، فيش الم. الالتهابات وادويه الالتهابات
برضو بتعلق معاكي الحرق وبتخلي فيه ثبات مزمن في النزول. كل ده بيبقى سهل جدا من خلال الكبسولات اللي نازله النهارده، اللي نازل عليها كبسولات نحت هديه ونازل 4 أمبولات تخسيس قويه جدا. والكورس ده جاي معاه متابعه مجانيه ومعاه كمان التوصيل مجاني، ومجرد بس انت تتاكد انك تقول عالم الابراج النهارده انا عايز البوكس بتاع عالم الابراج انزل بيه 30 كيلو. يعني تقدروا تتواصلوا معانا على الارقام الموجوده على الشاشه وعلى صفحه الفيسبوك، ولو ارقام مجهوله في الواتساب، ومستنيينكم تتصلوا بقى ومرسي للدكتور. ربنا يخليكي، اشكرك. وكده يا دكتور نكون خلصنا الحلقه مع حضرتك، وكان حبيبه قلبي الفقره تمام. مرسي يا دكتور، مرسي. نشوفكم على خير الحلقه اللي جايه. باي باي. مع الشفاء.